اهلا العائله كديري، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان. كنت غندير هذه الوصفه مع الاخرى، ولكن عاوتاني قلت خليني نديرها غير فيديو قصير باش نحيدو، يعني باش ما نخلطهمش، يعني الاخرى وصفه تجميليه وهذه شي حاجه صحيه، بجوج صحيين، غير هذيك ديال التجميل وهذه كتختلف. المهم البنات، كيف ما كتشوفوا عندي هنا، شكون اللي كيعرف شنو هما هادو؟ هادو ورق الزيتون ميبسين اللي كتاخدو زيت العود، والمنافع اللي في هاد الاوراق راه لا تعد ولا تحصى، منافع اكثر من المنافع اللي في الزيت، ومغايره عن المنافع اللي في الزيت. يعني الزيت منافع ديالو بوحدها، وهذا تا هو المنافع ديالو بحال قلتي الدوبل المنافع اللي في الزيت كاينين في هاد الاوراق. راه شنو نقول لك، كتصلح لبزاف الحاجات، تصلح للكلاوي، كتصلح للدم، كتصلح. المهم زوين هذا نرقدوه، المهم هذا الشيء كله كل شيء كيعرف ان هذا الشيء مزيان. هادو غنرقدوهم هكا في زويته بلديه ونخليهم واحد المده ديال 10 ايام مرقدين، عاد غادي نبداو نشربوا معلقه على الريق من هذا الزيت. هذا راه البنات المنافع ديالو راه خطيره خطيره، كتحسي بيهم، حيت ملي كتاخدي شي حاجه صحيه كتنفع لك ذاتك كتحسي بالفرق. يعني راه بزاف بزاف الحاجات مهم بزاف بزاف. انا غنقول لكم شنو، هانتوما البنات كما قلت لكم 10 ايام. المهم البنات الفوائد ديال هاد اوراق ديال الزيتون راه خارقه، كتحسن السكر، كتحسن السكر في الدم، كتحسن الضغط ديال الدم، تيولي الضغط مقاد، كتقاد يعني الضغط ديال الدم، كتساقي من السرطان، كي يقوي المناعه، يسكن الالم، يقلل من الالم في الذات كامله، كيعزز المناعه كيف ما قلنا، كينشط الدماغ، يعني راه فيه بزاف بزاف ديال المنافع. مزيان الكلاوي، بحال كيصفي الكلاوي، راه زوين وماشي شي حاجه، يعني راه غادي تشري غير شي شويه غادي تستعملها، يعني يتقطع بحال هكا وكيترقد في الزيت، وكتبقى تاخد معلقه على الريق كل نهار وكتبقى تحس بالفرق. المهم البنات كنتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه هذه اللي هي سهله، وان شاء الله من غادي دوز 10 ايام غنوريكم الاوراق كيفاش ولات، كتهبط كلها لتحت، وكيفاش كيولي المذاق ديالو.